بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله يا اخوان، معكم اخوكم بندر. اهلا في هذه الحلقة اللي راح نخصصها للحديث مع الاستاذ طارق كمال، احد خبراء كسر السرعة والافضل ما شاء الله تبارك الله في الشرق الاوسط. طبعا حلقتنا لهذا اليوم راح تكون نتكلم فيها على فكرة كسر السرعة وايش هي والفائدة منها، وراح نناقش فيها زميلنا طارق. ايضا راح يكون عندنا سلسله من الحلقات راح طبعا نكملها معكم. فاول شيء نرحب طبعا زي ما قلت الحين زميلي طارق. طارق، طبعا اللي هي نسمع احنا مصطلح كسر السرعه او الاوفر سبلاند كلوكينج، ايش هو الاوفر كلوكينج؟ هي الفكره في الموضوع انه تزيد سرعه الجهاز بشكل عام عن طريق كسر السرعه للسي بي يو او المعالج، وطبعا يضمن بينهم الكرت الشاشه والرام، ما هذا اكثر تركيزا للجهاز نفسه. طبعا هذا الطريقه اللي تنفذ فيها لازم يكون معاه اللي هو الفولتية، بتزيد على اداء الفولتية تبعتهم، وبالتالي بتوصل الى نتيجه معينه المطلوبه للعلاج. ممتاز. طيب يعني كسر هنا السرعه ممكن انه يرفع هنا الاداء، صحيح؟ صح. طيب ايش الفائده الملموسه او الفائده اللي ترجع لي انا كالعامل الشخص سويت الحين كسر للسرعه؟ الكسر السرعه بيفيد للناس المستخدمين العاديين بشكل يومي، ممكن الابلكيشن تاعتهم الفوتوشوب والى البرامج، ممكن تزيد البروسيسنج او المعالجه لها بشكل اكبر، والجيمرز بنفس الوقت بيعطيهم اداء للفريم بير سكند او الاف بي اس، بحيث مثلا اذا كان عندهم 60 ممكن توصل 70 80 او حسب كيف كسر السرعه اللي عملوها. من ناحيه الجيمز يعني في حين فائده؟ نعم، له فائده كبيره. ممتاز. طيب ايش الحين اللي هي المكونات في الجهاز اللي تقدر انت تسوي له كسر؟ المكونات طبعا لازم يكون عالي الاداء، ما يكون اي شيء ستاندرد، فيستحسن يستخدم ادوات او الكومبوننت يكون عالي، مثل زي اسوس رامبج اكستريم اديشنز او اي اكستريم من عندهم. وفي طبعا بالكروت الشاشه في عندك تستخدمه ال 980 تي تي اي او 1080 حاليا الجديد مثلا، و 1070 و 1060. طبعا هذول كروت الشاشه بيستخدم لكل كرت له طريقه معينه لكسر السرعه، فبيعطيك الاداء غير عن الثانيه. يعني بس الان اللي هي كروت الشاشه والسي بي يوز هي اسم اللي في اسم فيه في مجال اكسر سرعتها، او في عندك الرام كمان. الرام تقدر تكسر سرعته، طبعا تقدر ترفع التردد تبعه والكلوك سايكل تبعته. طيب بالنسبه الحين للان كل شخص الان يختلف الحين جهازه عن الحين الثاني، هل اي جهاز يمكن انك انت تكسر احنا السرعه فيه؟ طبعا اي جهاز، بس بشرط واحد، لازم يكون متوافق او للكسر السرعه، ما يكونش انه مثلا مسكر للسرعه تاعته، او ما تقدر البايز اللي عليها ما تقدر تعمل اوفر كلوكينج. مثلا المذر بوردات الستاندرد ما بتسمح لك تقدر تعمل اوفر كلوكينج عليها، فبستحسن تاخذ شيء يكون كاستم بوردز، مثلا زي عندك شركات الموجوده في السوق. يعني لازم يكون الحين اللي هو الكومبوننت او الحين المكون مخصص الحين بالضبط يعني سوري هو الجيمنج، فهذه نقطه مهمه. طيب ما شاء الله تبارك الله، احنا قلنا في بدايه طبعا لبدايه الفيديو انك انت من افضل اللي هم الاشخاص الموجودين في مجال كسر السرعه على يعني اللي هو الاقل في العالم اللي هو العربي. هل انت شاركت في الان الفلان سلي بطولات يعني؟ شاركنا في بطولات عالميه وكانت كثير رائعه واستمتعت فيها، يعني كانت مشاركة جيدة، وطبعا تعارف بين الأشخاص والأوفركلوكينج ومشاركة المعلومات كانت جيدة يعني. طيب يعني هل في طبعا اللي هي المشاركات هذه، هل هي مواقع ولا شو اسمها هذه اجتماعات؟ لا، هي بتكون مواقع نفسها، مثلا عندك الـ HWBOT. HWBOT موقع رسمي بتثبت فيه نتائجك بشكل رسمي، بحيث انه تكون موثقه والعالم بشكل عام بيقدر يشوفوا الارقام عندك اياها. وفي عندك موقع ل 3 دي مارك، اذا كان عندك الكارت الشاشه تبعتك كسرت سرعته او بدك تشوف نتائجه برضه تقدر تقارنه عن طريق ال 3dmark.com، وبشوف نتائج هناك، وتقدر نفس الوقت انك تعمل سبميت للسكورز عندك للموقع نفسه، وبشوف وتقدر تقارنه بين الناس التانيين يعني. طيب
بالنسبة لك أنت شاركت طبعا في الحين اللي هي سله المواقع هذه، لو يعني حبينا نعرف إيش الحين السكور اللي جبته أنت فيه؟ السكورات أنا ما بقدر أحكي لك السكور لأنه السكورات كان عندي كتير، أنا عندي نتاج يعني فوق المئات، فما بقدر أحكي لك، فبقدر أحكي لك شو المركز في الشرق الأوسط. المركز كحاليا الحمد لله رقم واحد ما شاء الله على مستوى العالم السفلي العربي أو لا الشرق الأوسط؟ لا الشرق الأوسط فقط. ما شاء الله، يعني هذا إعلان صريح، إذا كنت أنت تقدر أنت تهزمه فحياك. طيب احنا شو اسمه الان بالنسبه لموضوع كسر الحين للسرعه، لما تكون شخص يعني الان اللي محترف فيه، ايش الفائده اللي يعود عليك كمثلا فائده ماديه؟ هل في فائده ماديه؟ طبعا البطولات نفسها لها جوائز كبيره، فتبدا اسعارهم من 200 او 500 دولار وبوصل ارقام فوق ال 10,000. حلو ممتاز. طيب في عندي سؤال هنا بالنسبه الحين اللي هي البطولات، هل الان تسهل لك شو اسمه الموضوع الحين تعارفك مع الان الشركات من ناحيه الدعم والدعم؟ طبعا ما تخش على في البطولات وتكون على توب 10 الشركات الكبيره بتشوفك، فبدها تعمل زي ما تقول سبونسرشيب يعني، فبتدور عليك وتحكي لك احنا بدنا نعمل وبدنا نسوي معك وبس يعني احمل معك شغلات، يعني في فول سبورت وسبونسرشيب يعني. طبعا بالنسبه الان صح احنا عرفنا انه في عندنا بطولات في موقع الهاردوير بوت او الحين الاتش دبليو بوت هو الحين اللي هو 3 دي مارك، هل في عندنا الحين مجتمع في الان اللي هو العالم السعودي العربي مخصص الموضوع كسر الحين السرعه او الحين اللي هو منتدى؟ هو كان موجود وفي يعني كانوا موجودين لين اليوم، بس للاسف الشديد ما مش مثل 10 سنين يعني لورا، كانوا الناس موجودين و يتثقفوا بينهم وكان يبحثوا مع بعض ويدوروا وفي شيرينج، بس هلا كحاليا زي ما تقول تفرقهم، ففي صعوبه بالغه للتواصل مع حتى لو شخص واحد فقط يعني. طيب اذا ايضا هذه دعوه لكم اذا كنتوا حابين تشاركون في طبعا المجتمع اولا الجروب لكسر السرعه، ممكن انكم تتواصلون معه عن طريق حسابات التواصل اللي راح تكون موجوده في الهي ديسكربشن. طيب طارق الحين بالنسبه احنا الان راح نشوف ان شاء الله حلقات ثانيه في مجال كسر اللي هي السرعه، هل في الحين اللي هي نصايح قبل الحين ما ننهي السؤال اللي الحلقه؟ لو نصايح بسيطه هطرحها، ابحث واسال وافشل لانه الفشل طريق النجاح. طبعا قبل الحين ما ننهي السؤال اللي هي الحلقه، جهازك ما شاء الله وحش صح؟ نعم. طيب راح اوريكم صور ان شاء الله في طبعا حساباتنا وايضا في اللي هي حلقه جايه لجهاز سفر طارق، ما شاء الله وحش رائع جدا. في النهايه ما يسعني الا اني اشكركم على حسن المتابعه كما هي العاده، لايك وشير وسبسكرايب. اشكر ايضا طبعا اخوي طارق على انه لبى الدعوه في هذه الحلقه. كان معكم اخوكم بندر وكان معكم طارق كمان، نشوفكم ان شاء الله في حلقه ثانيه. السلام عليكم.